اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. في الحقيقة يا جماعة من كام يوم كده كنت شفت فيديو لقناة الريشة المهندس توفيق حلاوة، كان فيديو فيه اخبار جميلة جدا بخصوص تحديثات خاصة باليوتيوب ومراجعة القنوات والكلام ده. هو قال ان اليوتيوب قرر ان هو كل القنوات اللي بنهاية شهر 6 اللي هتكون كانت في المراجعة لمدة اكتر من شهر، يعني على الاقل شهر يعني في المراجعة، هتترجع على طول وتخلص، يعني بنهاية شهر 6 يكون خلصت المراجعة بتاعتها. وانا الحمد لله قناتي بقالها اكتر من شهر في المراجعة، وكمان ايه عديت بكتير المطلوب، يعني قناتي اللي هي التانية فادي عضلات انا عديت بكتير المطلوب، يعني انا دلوقتي وكان مطلوب 1000 مشترك، لا ده انا عديت ال 5000 مشترك، كان مطلوب 4000 ساعة، لا ده انا عامل دلوقتي 9000 ساعة وشوية. ففرصتي كبيرة ان شاء الله في ان القناة تتراجع بنهاية شهر 6، ده هو قالها صريحة كده استاذ. قناة الريشة بيجيب الاخبار بتاعت اليوتيوب اول باول، قالها صريحة كده بنهاية شهر 6 كل القنوات اللي عدت شهر في المراجعة هيبقى في قرار نهائي في القناة، اللي هو حاجة من تلات حاجات، يا إما هيتوافق على تحقيق الدخل وتفعل عليها ربح، يا إما هتترفض، يا إما الاحتمال التالت إن يديك فرصة تانية إن أنت تعدل محتوى قناتك وبعد كده تطلب إن تتراجع تاني. وده خبر جميل جدا جدا جدا، بصراحة اتبسطت منه جدا. النهاردة بقى شفت فيديو لقناة رؤية للمعلوميات قال إيه هي نوعية القنوات اللي هيترفض تحقيق الدخل عليها، اللي هي القنوات اللي بتجيب ملخصات ماتشات الكورة، يعني مثلا ماتش كاس عالم يجيب لك الاهداف اللي فيه تمام ويقوم عاملها في فيديو. بيقول لك لان اصلا القنوات ديت بتبقى، هو بيقول ان الاخبار دي مش اكيده بنسبه 100% بس بنسبه كبيره، هو عارفها من مصادر معينه يعني، بس بيقول يعني بنسبه كبيره ان الكلام صح، ما اكدش الكلام 100% يعني، بس هو كلام منطقي فعلا. يعني بيقول لك ماتشات الكوره دي الناس اللي عاملين الفيديوهات ديت بيبقوا متحايلين على حقوق الطبع والنشر بطريقه معينه، ان هو مثلا يصغر الصوره او يغير حاجات في الصوت او يغير حاجات بحيث ان، فبيقول لك القنوات اللي من النوعيه دي اللي بتاخد حتت من ماتشات كوره وتجيبها او الاجوان اللي في ماتشات كوره او ملخصات او الحاجات دي، بيقول لك القناه دي مش هيتفعل عليها الربح. في كمان القنوات اللي بتجيب ملخصات مسلسلات تركيه، اللي هو يجيب لك مثلا مسلسلات مشهوره قوي الناس بتحب تتفرج عليها ويجيب لك الملخص الحلقه دي احداثها ايه، فاهمين قصدي؟ هو قال المثالين دول بس، انا اعتقد ان في كمان امثله تانية زي مثلا سرق المحتوى، الناس اللي بتسرق المحتوى اللي هو يجيب لك من اي قناه فيديو زي ما هو بالظبط ويقوم حاطه على قناته، لا طبعا مش هيوافق لك على تحقيق الربح. ده دي في القنوات دي بقى مش بس مش هيوافق لك، لا ده هيقفلها لك كمان. القنوات اللي من النوعيه دي، في بقى قنوات برضو مش هتوافق عليها لتحقيق الربح، اللي هي القنوات الكتابيه، اللي هو الناس اللي بتشرح شرح كتابي، يفتح لك نوت باد ويكتب لك الشرح ويحط موسيقى. بصراحه انا اصلا بكره القنوات دي بجد، يعني القنوات دي انا بكرهها قاعده، ما ينفعش اصلا، القنوات دي مش هيتحقق عليها الربح اللي من النوعيه ديت. بس بيقول لك رؤيه المعلومات قال ان احتمال القنوات اللي من النوعيه دي يدوا فرصه لصاحبها انه يحسن المحتوى بتاعه، يبقى بيتكلم بصوته في الشرح او كده. عشان كده يا جماعه نصيحتي ليكوا، اي حد عنده قناه لو انت عايز يتفعل على الربح لازم تطلع بصوتك وصورتك زي ما انا بعمل كده. ما قدرتش تطلع بصورتك على الاقل يبقى في صوتك في الفيديو، انما الفيديوهات الصامته دي انسوا، مش هيتفعل على الربح نهائي. بس فانا حبيت اقول لكم يا جماعه الاخبار السعيده ديت، لاني لو قناتي الثانيه بنهايه شهر 6 اتفعل على الربح فده يبقى حاجه كويسه جدا، وهرجع اتحمس ان انا انشر عليها فيديوهات تاني. بس كده وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.